ازيك يا ابو هنو؟ اهلا يا دنور يا عم السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعة والنزول الغيظ ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. أي جمع طيب الكريم تعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى مواجهة هذه البشيرة القرآن الكريم. تلاوة قرآنية معطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القاري باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله عن مقيم مدينة القاهره. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم ولذا قرا القران واستمعوا له وانصتوا لعلكم تفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صلى على النبي يا هادي يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحم إِنَّا نَادَى رَبَّهُ
الله. نعم يا ميسر يا رب. يا ميسر يا رب. بسم الله كده خلاص الطريق. بسم الله عليك يا عم الشيخ محمود. مدد. عليك يا مولانا. مدد. سلك بالصلاة على حضرتك. الله أكبر. الصلاة على النبي. الله أكبر. ربنا معانا إن شاء الله. اثبت على كده. نعم. الله أكبر. ذكر ربك عبده زكريا. الله اكبر. ما تخرجش على كده يا شيخ محمود. ايوه النبي. وبسمل كده كمان مره كده. بسمل كمان مره كده. بسمل كمان مره كده. من يومك وانت حساس وابو انور هو الاساس. الله اكبر. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. الله حرك يا رب. بسمل كده وروج علينا كده. قال في اني انور والنبي يا عم الشيخ محمود الله يرحمك يا ابو انور. خش على المدرسه. خش طلع على جبال النبي.
الله البسمله كده. صلوا على سيدنا نبي. خلي ربنا يرحمنا كده، رحمن الدنيا ورحيم الاخره. البسمله كده. نعم سيدي. اهم حاجه الجفلات بتاع الشيخ شحاته عم الشيخ محمود والنبي عم الشيخ محمود. ايوه يا عم. يا سلام. يا سلام لما تكون بتقرا يا عم الشيخ محمود. يا سلام لما تكون بتقرا بمزاج يا ابن الله. الله يعلم مصر يا عم الشيخ محمود. ربنا يرضى عنك. الله انت احلى من فهبني من لدنك ربنا يرضى عنك ويرضيك يا عم الشيخ محمود. مدد يا رب، مدد يا رب. الله اكبر، الله اكبر. الخبره لاهل الخبره يا مولانا. جامعه كبيره. عليك. جامعه كلها مدارس. فهب لي من لدنك وليا يا ابو انور. الله يرحمك يا ابو انور. صلوا على سيدنا النبي. كلم بالراحه. الله يفتح عليك. ربنا يرضى عنك. ربنا يرضى عنك يا عم محمود. يا عم اسكت تمام. هتتكلم معاك. اسكت. انت مالك انت؟ يا زكريا. يا رايق يا ابو انور. يا رايق. نعم. النهارده بتقرا باحساس. ربنا يرضى عنك. ربنا يرضى عنك ويرضيك. نعم. نعم. قال الله اكبر. الله اكبر. كمان قال ايه كده؟ الله اكبر. كمان قال ايه؟ قال الله الله الله. الحاج دي بقى. ايوه دي. قال كذلك قال
سلام يا سلام على الفن، على الفن والاداء الراقي يا عم الشيخ محمود. ايوه يا عمده، صلوا على سيدنا النبي. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. نعم يا عم الحاج، الله اكبر، مدد يا رب، ربنا يصلح حالك. الله اكبر، الله العظيم تاني كمان نفس القرار ده كمان، والله العظيم تاني يا باشا، يا ابن الباشا. قال ربي أكبر. يا رب يا رب، الله أكبر. عم الشيخ محمود خلي بالك من حالك. قال ألا ينطق ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. كم ليلة عليك؟ يرضى عليك. كم ليلة يا اخي؟ الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم الله اكبر. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا سلام، كمان ده شهيد، سيدنا يحيى ده شهيد. يا سلام. وكانت تقيا. الله أكبر. الله أكبر. وحنانا من لدنا وزكاة وكانت تقيا. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. الله 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 الله. الله نعم. نعم.
واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نعم 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 نعم. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. ايوه. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا الله أكبر. الله الله الله. اصلح حالك يا رب. قالت إني أعوذ بالرحمن منك. قالت إني كنت ايه؟ ان كنت ايه يا اخي؟ قال انما انا رسول ربك لأبلك غلاما زكيا. قال لأنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أبق بيا. يا سلام استاذ. قال الله أكبر. الله يرحمك يا أبو أنور. الله أكبر. الأصل أصل برضه. الأصل أصل والله. ربنا يفتح عليك. قال كذلك قال ربك هو عليك. عليك يا مش محمود. قال كذلك
سبحانك يا رب مشكور. يا جعلك الجنة يا رب يا جدع يرضى عليك صل على النبي الله الله فجاء المطار يا ابن انور يا رايق الله اكبر والنبي رايق يا قارئ الملوك الله اكبر قالت يا لن يدني يا سلام محمود مش محمود يا قالت ايه قالت ايه يا سيدي قالت الحلوه بتاع جديد دي قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا الله اكبر ربنا يفتح عليك يا حبيبي ربنا يفتح عليك يا الله اكبر Yeah.
الناس. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ازيك يا عم الشيخ محمود؟ ربنا يحفظك. قال يا الله أكبر. خبره يا عم الشيخ محمود. الله يا خبره. الله الله. انت عارف انت بتقول ايه يا عم الشيخ محمود؟ طارق عصرك واقولك يا عم الشيخ محمود. النسق متسق يا ابني والله. ربنا يفتح عليك. ربنا يفتح المرض. ربنا يفتح. فما من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك أكبر. يا رايق انت يا رايق. سبحانك يا رب. يا رايق ابو انور مغربلك يا ابني والله. ربنا يفتح عليك. يا سلام. ورحمة ابوك ما تغير المقام ده. ورحمة ابوك المقام ده بيوترني خالص ما تغيروش. والنبي يا رحمة ابوك ما تغيروش. ربنا يفتح عليك. لا حاضر. رحمة ابوك. ورحمة ابوك ما تغير المقام ده. ورحمة يا ابو انور. يا ابو انور الله اكبر. والشعراني يا سلام. وايه كمان؟ وايه كمان؟ فقولي والشعراني وقالي يا سلام يا سلام يا سلام. الله اكبر. الله يكرمك يا عم الشيخ محمود. عليك يا مولانا. كمان يا اخي. كمان ما تزعلش حد يا اخي. ما تزعلش حد. وعليك يا رب من
الله اكبر. نعم نعم نعم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. مين اللي زيك مين؟ يا ابو انور يا نور العين. ربنا يفتح عليك. اذكر الله. ايوه يا اخي كده يا اخي. رحمة ابوك وهزي اليك بجيتك. هزي في الصلاة. عشان تحيا الدنيا. حضرة النبي قال اقرأ القرآن وارجو فإن لم تكن فسلام. ما عندناش أزمة بس بالنسبة يا اخي. بنفس المقام يا عم. وهزي الله الله أكبر.
المدرسة الشحاتية فقط لا غير، ربنا يفتح عليك. الأصل أصلي يا شيخ محمود. الله أكبر يا شيخ محمود. يا شيخ محمود فأتت بوابة. يا يا أخت مين؟ يا سلام. يا سلام. نادي كمان. يا قفلة حلوة هنا لابو انور كده. هيبدأ عليك يا شيخ محمود. قفلة سلم كده حلوة. ايه الحلاوة دي؟ الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ربنا يفتح عليك. قال اني عبد الله. عليك. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينيك لا تجعل مع الله شريكا. وهكذا هو الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم والعالم القرآني الزعيم نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قال قائد اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله قال المقيم بمدينة القاهرة مخازن الكرشفورة قصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والفندق الفطور ممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشبشابة الإذاعة التساوي والعمارة الكهربائية إدارة الباشمهندس عادل الحشموني المقيم بشبشابة. شكرا جزيلا لكم جميعا.